نبدأ الأول بس بالفسيولوجي عشان بس نفهم الكومبلكس ستريس ازاي. بعد كده احنا نقول سكيم هنمشي عليها نغطي الاس جي كله. في الآخر هنقول ايه اللي احنا بنركز عليه في الاس جي. طيب هو الاس جي بيتوصل ازاي؟ في الأول ايه الفرق ما بين الليد والالكترود؟ ايه الفرق ما بين الليد والالكترود؟ تمام، يعني الالكترود ترميت الفليت اللي بتحط على جسم العين، والليد الكونكشن او نقول ده الفولتج ديفرنس. ماشي، يعني ليد واحد فولتج ديفرنس ما بين نقطتين، ليد اثنين فولتج ديفرنس ما بين نقطتين، انما الالكترود ده الميتال بليت او اللون اللي بيتحط عليه على جسم العين. طيب انا دخل عندي العيان شيست بيت والاستقبال، هعمل ايه؟ ازاي احط الالكترود على جسم العين؟ حد عارف الترتيب بتاعه؟ احنا عارفه من الالوان. بص انا هحفظهم ازاي كده، ادي الليفت ليج بنقول ايه اخضر، بعدين اصفر، احمر، اسمر. عارفهم انا هحفظهم بلون تطور البلع، يبقى اخضر وبعدين اصفر وبعدين احمر وبعدين اسمر او صحراء. اي وصفه كهرباء في الدنيا ليها ارض صح؟ ده الارض بتاع الوصفه. بيبقى في ثلاثة بس. تمام، يبقى أنا كده معايا ثلاثة. دليل واحد ودليل اثنين ودليل ثلاثة. طيب احنا كده عرفنا ازاي من ايه بنحط الليمب. الليد ده فولتج ديفرنس بين نقطتين، ده الليفت ليج، ده الليفت ابر ليمب، ده الرايت ابر، ده الليفت، ده الرايت ابر. طيب ليه الواحد الفولتج ديفرنس ما بين الليفت ابر ليمب والرايت ابر؟ تمام، يعني هنا في فولتج وفي. طيب ليه الاثنين الفولتج ديفرنس ما بين الليفت لور والرايت ابر؟ الفولتج ديفرنس ما بين الليفت الليفت لور والليفت اب. طيب انا هستفاد من الحسبه دي ايه؟ اجمع واحد على ثلاثه. هيطلع لك الليفت ابر ناقص الرايت ابر زائد الليفت لور ناقص الليفت اب. البوزيتيف مع الايه؟ مع النيجاتيف، يطلع لي في الاخر الليفت لور ناقص الرايت ابر اللي هو ليد 2. دي اول رول لما ابص بمسك الاي سي جي بشوف الاي سي جي ده متوصل صح ولا لا. نجمع الكومبلكس في ليد 1 زائد الكومبلكس في ليد 3 يطلع لي نفس الكومبلكس في ليد 2. يبقى دي اول حاجه استفدتها من تبسيط الهيرب ليدز. تمام دكتور، نعم يا فندم. معلش التصوير الاخير جزء ادي تاني فاكر. بقول واحد ليد واحد زائد ثلاثة. نعم ممكن.
انا بقول لك اه في 10 بتاع 10000 جنيه كده. اللي هو يساوي ليد اثنين، ليد واحد اللي هو الفولتج ديفرنس ما بين الليفت افر والرايت افر، ليفت افر ناقص الرايت افر زائد ليد ثلاثة اللي هو الفولتج ديفرنس ما بين الليفت لور ناقص الليفت افر. ليفت افر نيجاتيف مع الليفت افر بوزيتيف تطلعي في الاخر الليفت لور ناقص الرايت افر اللي هي ليد اثنين. دي اول رول بشوف بيها الاي سي جي بتوصل صح ولا لا. بجمع الكومبلكس في ليد واحد كيو ار اس كومبلكس في ليد واحد مع ليد ثلاثه بيطلع لي ايكوال ليد اثنين، دي معناها الاي سي جي الليدز محطوطه صح او الالكترودز محطوطه صح. طيب خد ايه تاني من توصيلة الليمب ليدز؟ ده تراينجل زمان قالوا لنا اسمه ايه؟ طيب تعالوا نطلع التراينجل ده بره العين. ده ليد واحد، ده ليد اثنين، ده ليد ثلاثة. ده بوزيتيف، ده نيجاتيف، نيجاتيف، بوزيتيف، ده نيجاتيف. في الجهاز بمثله بنقطة مين أو نقطة في المركز. اللي هي بنقول عليها السنترال تيرمينال. السنترال تيرمينال دي زيرو بوينت في الجهاز وبيقابلها برضه زيرو بوينت في الهارد. طيب بنزل الليد واحد لحد النقطه دي كده وبرفع ليد اثنين لحد هنا وليد ثلاثه لحد كده. عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل الرسمه دي. ده ليد واحد، ده الجزء الفاضي، ده الجزء النيجاتيف. ده ليد اثنين انا هطلع بيه كده، هيبقى كده ده البوزيتيف وده النيجاتيف. وليد ثلاثة انا هاجي بيه كده، هيبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف. هشيل النيجاتيف خالص، بيعمل لي حاجة اسمها تراي اكزيال دايجرام. تراي اكزيال دايجرام هحط عليه التاني تراي اكزيال دايجرام، طلع لي حاجة اسمها هيكسا اكزيال دايجرام، ده بحسب بيه الكاردياك اكسس. هنعرف ازاي دلوقتي من جديد. خلاص يبقى دي تاني حاجة استخدمتها من تفصيل الليمب ليدز. نمرة واحد، واحد زائد ثلاثة يساوي اثنين، دي بشوف بيها الاي سي جي بتوصل صح ولا لا. نمرة اثنين الايه تراي اكزيال دايجرام. طيب انا كده عندي ثلاثة ليمب ليدز، هما ثلاثة في اثنين بستة. الليد واحد فولتج ديفرنس ما بين الليفت اب نقطتين، ليفت ابر والرايت ابر. طب الاي في ار والاي في ال والاي في اف هو ده ليد برضه. فين النقطة اللي على جسم العيان والنقطة الثانية اللي هحسب بيها الفولتج ديفرنس؟ لما اجي اظبط الجهاز على الاي في ار والاي في ال والاي في اف الجهاز نفسه بيبقى زيرو بوينت، فبيقيس لي الفولتج ديفرنس ما بين الجهاز اللي هو زيرو بوينت والنقطة اللي على الليفت ابر بسميها الاي في ال، وزيرو بوينت في الجهاز ونقطة على الرايت ابر بسميها الاي في ار. طيب زيرو بوينت في الجهاز ونقطة على الليفت فوق بقول عليها الاي في اف. يعني هشيل الثلاثة دول احطهم هنا، يبقى ده كده الاي في ال وادي الاي في ار وادي الاي في اف. تمام، ده الهكسا اكزيال دايجرام اللي هحسب بيه الكاردياك اكسس لما اجي ناخد الايه الكاردياك اكسس. دول الثلاث حاجات اللي بطلع بيهم من ايه من توصيلة الليمب ليدز. نمرة واحد، واحد زائد ثلاثة يساوي اثنين. نمرة اثنين التراي اكزل وبجيب منه الايه الهكس اكزل دايجرام. طيب ندخل على الشيست ليدز. حد عايز يقول حاجة؟ حاضر يا معلم. طيب الشيست ليدز بنوصلها ازاي؟ احنا بنبقى جايدد بالايه بالاسترن. لو سمحت يا دكتور. نعم يا كبير. الاي في ال والاي في اف اكسرت ايه ولا؟ اه الاي دي ايه؟ ايه اوجمنتد. الفي فولتج. الار الرايت ابر، ال اللي هي ليفت فوت،
الليفت ابر والاف اللي هي ليفت بوك اف ال ليفت ابر رايت ابر ماشي ده الاسترن ودي الاسترن الانجل وصلتها السكندري تحتها السكند ستريت وبعدين دي الثيرد ريب تحتها الثيرد سبيس ودي الفورث ريب تحتها الفورث سبيس ودي الفيفث ريب تحتها الفيفث سبيس انا عندي تشيست ليدز مترقمين مكتوب عليه في واحد او سي واحد وفي اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه وفي خمسه لحد في سته طيب ببدا ازاي؟ ده الليفت ده الرايت الشيست ليدز كلهم ما بين الرابع والخامس سبيس سي واحد او في واحد احطها في الفورس سبيس جاست تو ذا رايت اوف ذا ستيرن سي واحد سي اثنين قصادها على طول بس في الليفت في الفورس سبيس ما بحطش سي اثنين بنزل على سي 3 ابقى قاسم بحط سي 3 وبنزل على سي 4 سي 4 ميد كلافيكولر في الفيفث سبيس سي 4 تمام سي 3 ما بينهم تيجي على ريب تيجي على سبيس زي ما تيجي سي 3 طيب سي 5 وسي 6 كله في الفيفث سبيس سي 5 في الانتير اكزيلري لاين وستة في الـ في الـ في الميدل اكزيلري خمسة وستة خلاص الديد تشيست ليدز يبقى واحد في الفورس سبيس على الرايت جاست تو ذا رايت اوف ذا ستيرن سي اثنين في الـ في الـ في الفورس سبيس بس تو ذا ليفت اوف ذا ستيرن انا بحط سي ثلاثة بنزل على سي اربعة في الميد كلافيكولار لاين في الفيفث سبيس يبقى سي اربعة ما بيننا سي 4 وسي 2 سي 3 بعدين 5 و 6 في الفيفث سبيس برضه في الانتير اكزيلر والميد اكزيلر تمام طيب خلاص يبقى احنا كده وصلنا العيان على الايه على الجهاز طيب الويف اوف اكزايتيشن في الـ في الاي سي جي بتترسم ازاي ماشيه كده من الاس اي نود للبيس ميك للاي في نود تمام من الاي في نود تدخل على البنت يعمل لي فنتريكولار ديبلويمنت في حاجه في الاي سي جي ان الليد اللي بيفيس الويف اوف اكزايتيشن يدي بوزيتيف ديفليكشن يعني بوزيتيف ديفليكشن اللي هو البي تبقى بوزيتيف والكي ار اس كومبلكس بوزيتيف والتي بوزيتيف امتى يبقى بوزيتيف لما الويف اوف اكزايتيشن تبقى ماشيه ناحيه الليد يبقى الليد اللي بيبص على الويف اوف اكزايتيشن بيدي بوزيتيف ويف طيب النيجاتيف ويف في الليد اللي هو اواي من الويف اوف اكزايتيشن يعني الليد اللي في ظهر الويف اوف اكزايتيشن يدي نيجاتيف ديفليكشن الليد اللي بيبص على الويف اوف اكزايتيشن على الويف اوف اكزايتيشن رايح ناحيته يدي بوزيتيف ديفليكشن طيب اس اي نود بتدي ويف اوف اكزايتيشن بتمشي في الاتريوم تعمل لي اتريال ديبولاريزيشن اللي هي البي ويف تمام شكل البي ويف في ليد 2 هيبقى ازاي وفي اي في ار هيبقى ازاي
في 2 البي ويف هتبقى بوزيتيف، في في ار نيجاتيف. تمام. طيب دي الساينس ريزم. لما امسك الاي سي جي وعايز اقول ان الاي سي جي اللي قدامي ده ساينس ريزم مش نودال ريزم، ببص على البي ويف في ليد 2 بلاقيها بوزيتيف، ببص عليها في اي في ار تبقى نيجاتيف، معناها ان الاس اي نود هي البيس ميكر. طيب حصل مشاكل في الاس اي نود، تاني تيشو هيقوم بالوظيفه هو الاي في نود. طيب الاي في نود هيديه ازاي؟ هيستيميوليت الاتريوم لفوق، هيستيميوليت الفنتركل لتحت، هيبقى البي ويف في ليد 2 شكلها ايه؟ تبقى نيجاتيف. مش الويف اكزايتيشن ماشيه كده؟ اواي ليد 2 بقى اواي من الويف اكزايتيشن لما بقت الاي في نود هي البيس ميكر، وبقت اي في ار هي اللي بتبص على الويف اكزايتيشن، هيدي بوزيتيف. ده الجنكشنال ريزم او النودال ريزم. يبقى النودال ريزم او الجنكشنال ريزم ببص على ليد 2 واي في ار، يعني افرق بين ساينس ونودال لان انا ببص على ليد 2 واي في ار. ليد 2 في الساينس تبقى تي ويف بوزيتيف، النودال تبقى تي ويف نيجاتيف، لان اي في نود هي البيس ميكر او الجنكشنال ريزم. طيب اي في ار في الساينس ريزم تبقى نيجاتيف، وفي النودال ريزم تبقى ايه؟ تبقى بوزيتيف. طيب احنا كده عملنا ستيميوليشن للاتريوم، تعالى نعمل ستيميوليشن للفنتر. ده الانتر فنتريكولار سيستم، ده الليفت، ده الرايت. طيب الفنتريكولار ديبولاريزيشن هنا في واحد هنا في 5 و6، ما بينهم في 3 و4، في 2 في 3 و4. الويف اوف ديبولاريزيشن او الفنتريكولار ديبولاريزيشن بيمشي بتو فيزز، نمره 1 انتر فنتريكولار سيبتال ديبولاريزيشن، نمره 2 فنتريكولار ماسل ديبولاريزيشن. طيب الويف اوف اكزايتيشن في الانتر فنتريكولار سيبتال ديبولاريزيشن بتبقى ماشيه فروم ليفت تو رايت، في واحد بيبص على الويف وفي 5 وفي 6 away from the wave، يبقى الكومبلكس في V1 هيبقى شكله ايه؟ بوزيتيف. تمام. يبقى أول حاجة هتترسم بوزيتيف، عشان السيبتم صغير فبيعمل لي سمول بوزيتيف ديفليكشن، أول بوزيتيف ديفليكشن في البي ار اس كومبلكس بقول عليه باور. تمام؟ عشان كده V1 النورمال تبقى سمول، بنقول عليها سمول سيبتال ار ويف، عشان جايه من الديبولاريزيشن بتاع الانتر فنتريكولار سيبتم اللي هو سن، فعامل لي سمول بوزيتيف ديفليكشن في V1 اللي هي سمول ار ويف. سمول ار ويف يعني ما عدتش مربع كبير، لو عدت مربع كبير بقول عليها طول ار ويف في V1، ودي ليها ديفرنشال دايجنوز لما نيجي ناخد الابنورمال. طيب في V5 وV6 هقسم لي نيجاتيف، وزي ما هي سمول هنا تبقى سمول هنا، يبقى V5 وV6 مقبول في الاول سمول كيو ويف، اول نيجاتيف ويف في الكي ار اس كومبلكس كيو، ده V5 وV6. تمام. طيب بالمره امتى اقول على الكيو ان هي نورمال او فاريانت، وامتى اقول عليها باثولوجيك كيو ويف؟ حسب الليد. نعم الليد، حسب الايه؟ الليد موجوده فين الليد يعني. ماشي. طب ايه تاني؟ بالظبط، هي كام في المية من الار اللي بعدها؟ اكتر من 25% من الار اللي بعدها دي باثولوجيكال كيو. باثولوجيكال كيو معناها اولد ام ار او اولد سكيم، يعني في 5 وفي 6 مقبول ان تبقى فيه سمول كيو، يعني دي سمول كيو ما عدتش 25%، انما دي لا دي باثولوجيكال كيو. ماشي.
في خمسة وفي ستة سمولتي وي. طيب نمرة اثنين الفنتريكولر مصل اكزايتيشن، عشان الليفت فنتركل هو عنده المين او الميجور مصل ضغط، فالمين اكسس او معظم الويفز اوف اكزايتيشن تبقى رايحة ناحية الليفت. تمام. طيب الويف اكزايتيشن رايحة ناحية الليفت يعني جاية ناحية دي خمسة وبي ستة، عشان كده يعمل لي طول ار ويف دي خمسة وبي ستة. طيب هنا طول ار ويف والبي بي واحد اواي من الويف اكزايتيشن، هعمل لي هنا دي اس. يبقى ده النورمال كومبلكس في التشست ليدز. نبدا في بي واحد سمول سيبتال ار مع دي اس. تمام. في بي خمسة وبي ستة سمول كيو مع طول ار، ما بينهم الار ويف تكبر والاس تبدا تظهر، تبقى باي فيزك في بي 3 او بي 4 يعني الار قد الاس، وبعدين تبدا تقل الاس لحد ما تختفي خالص في بي 5 وبي 6. ده بنقول عليه نورمال ار ويف بروجريشن. اول حاجه تبان في الاسكيميا لوس اوف ار ويف بروجريشن، ان انت ما تلاقيش الايه ان الار تبقى بادئه سمول وتكمل سمول. تمام. في الايه في التشست ليدز، انما النورمال ار ويف بروجريشن نعمل نقول الفنتريكولر اكزايتيشن. طيب هو الفنتريكولر مصل اكزايتيشن حاجه السبتم، وبعد كده المصل السبتم يبقى الويف اكزايتيشن ماشيه فروم ليفت تو رايت. تمام. انا لما بحط تشيست ليدز بحط في واحد على الرايت، بعد كده في اثنين في ثلاثه في اربعه في خمسه ناحيه الليفت، ففي واحد هنا. تمام. وفي اثنين تقريبا بتبقى هنا قصاد السبتم على طول، بعدين بكمل في 3 في 4 لحد في 5 وفي 6. الويف اكزايتيشن ماشيه فروم ليفت تو رايت وسبتم سن، فبتعمل لي سمول سبتال ار ويف الليد اللي بيبص عليها. تمام. اللي هو في 1، فبتعمل لي سمول، وهي عشان اكزايتيشن للسبتم فبسميها سبتم، وعشان هي بوزيتيف ديفليكشن فبقول عليها ار ويف. فالنورمال كومبلكس في 1 بيبدا سمول سبتال ار ويف في 1. تمام. طيب بعد كده الويف اكزايتيشن بعد ما خلصت الانتر فنتريكولار سيبتم هتروح على الايه على المصل، عشان الليفت فنتريكل عنده الميجور مصل بلك، فمعظم الويف اكزايتيشن رايح ناحيه الليفت. طيب رايح ناحيه الليفت يعني الويف اكزايتيشن بتبص او في 5 وفي 6 بتبص على الويف اكزايتيشن، وعشان الويف اكزايتيشن والمصل بلك كبير فبتعمل لي طول ار ويف في 5 وفي 6، وفي واحد اواي من الويف اكزايتيشن فبيعمل لي ديب اس. طيب في واحد ده بالدليل مش الكترود صح؟ طيب فين الفولتج ديفرنس؟ برضه الجهاز بيظبط نفسه على زيرو بوينت ويقيس الفولتج ديفرنس عند الايه عند النقطه دي. يعني الفولتج ديفرنس ما بين الجهاز والايه والنقطه اللي على جسمه. النقطه اللي الار بتكبر من في واحد، ما احنا في واحد ده اسمه ستة. تمام؟ وكبرت في ايه؟ في في 5 وفي 6. وانت ماشي من في واحد في 2 في 3 لحد في 5 وفي 6 الار تبدا تعلى، يعني ده في واحد. سمول سبتال وديب اس. حلو. وانت ماشي من في 1 في 5 وفي 6 الار تبدا تكبر والاس تصغر. تمام. تبقى باي فيزك في 3 او في 4 تبقى الار قد الاس. تمام. طيب انت ماشي وبعدين تكبر الار في في 5 وفي 6 وتختفي الاس خالص. ممكن تقسم لنا الباي فيزك بس؟ ماشي يا معلم. اللي هو ادي الار وادي الاس. باي فيزيك يعني ايه؟ الاثنين قد بعض، في جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. باي فيزيك اثنين فيزيس يعني تو فيزيس. حلو. اثنين فيزيس. تمام. في واحد فوق واحد تحت والاثنين قد بعض. تمام. طيب كل ما نمشي من في واحد لفي 5 وفي 6 الار تكبر والاس تصغر. تمام. لحد ما تبقى باي فيزيك في 3 وفي 4، وبعد كده الاس تختفي خالص في 5 وفي 6. ده بنقول عليه نورمال ار ويف بروجريشن. دكتور في في واحد مفيش كيو؟ ما فيش كيو. انا بتكلم عن نورمال ما فيش كيو. اصل كيو يعني ان انت الويف ماشيه كده وانا ببص عليها نورمال، انما انت هنا الويف جاي عليك. تمام. الكيو اللي بعد الار بقول عليها اس، لان نيجاتيف ويف اللي بعد الار بقول عليها اس. طيب حد عايز يقول حاجه في اللقطه دي؟ قلت انا من الاخر كده في واحد سمول ار سمول سيبتال ار ويف ودي بي اس، في 5 وفي 6 سمول كيو
وطول ار، ما بينهم الار اكبر والاس اصغر، ده النورمال ار ويف بروجريشن. لقيت الار ويف بروجريشن مش موجود يبقى ده كيمياء، وتدور بقى على ايه الباقي الساينس بتاعتك. لا اترسم الاس البكتريكولار ماسل ديبولاريزيشن، طلع لك هنا تقول اه وترسم لك هنا دي بس. بعدين المنظمين اللي بتعمل هيستنوا. حاول تظبط الجهاز على 10 مللي، لان كل الكومبلكسات هتطلع له فولتج هو 5 مللي، فانت ممكن تطلع بايه بفولتج دايجنوز. ولو لقيت الجهاز ده متظبط على 20 مللي لا نزله ل 10 مللي، لان انت كده ممكن تقول فنتريكولار هايبرتروفي او اي كومبلكس عاليه، ومع ان الجهاز اصلا الستاندرد بتاعه مش مظبوط. تمام؟ طيب انت ما عرفتش تظبط الستاندرد، يبقى لو هي اقل من 10 اضرب في 2، لو هي 5، لو هي 20 هتقسم على 2. لو انت ما عرفتش تظبط الستاندرد بتاعك. تمام؟ يبقى ده 5 ده 1 مللي وده 5 مللي، المربعين الكبار 10 مللي عشان الستاندرد ايه 10 مللي. طيب ده الديوريشن او السرعه بتاعت الجهاز بالسكند او الملي سكند. المربع الصغير 0.04 للثانيه، يعني المربع الكبير اللي هو 5 مربعات صغيره اللي هو 0.2. تمام؟ ده يفرق معايا في ايه؟ لما واحد في حساب الهارت ريت، الهارت ريت لما يبقى ريجولر خلاص هنعرف ازاي بنحسبه حسب سهل، انما لو الريجولر هنحسبه ازاي؟ لازم تحسب الهارت ريت في الدقيقه. طب على الاي سي جي هحسبه ازاي في الدقيقه؟ الخمس المربع الكبير 0.2، يعني الخمس مربعات الكبيره ثانيه، فانا بحسب الهارت ريت في 6 ثواني اللي هم 6 في 5 30 مربع كبير. بحسب الهارت ريت في 6 ثواني واضربه في 10، الهارت ريت اللي هو الار ار. هقول تاني طيب الورقة مربعات كبيرة ومربعات صغيرة، المربع الصغير ده 0.04 الثانية. تمام؟ في 5 يعمل لي 0.2، ده مربع كبير. تمام؟ طيب اوصله ثانية يبقى انا عايز 5 مربعات كبيرة، 1 2 3 4 5، ده
دولت كل دول عملوا لي ثانية 0.2 في 5 ثانية. أنا عايز أحسب الهارت ريت في 60 ثانية. فأنا بحسب الهارت ريت في 6 ثواني. لو هما كام؟ لما 5 مربعات كبيرة في 6. لو هما 30 مربع كبير. يبقى أشوف الهارت ريت في 30 مربع كبير ده في الريجيولر. يعني إيه هارت ريت؟ اللي هو الـ RR. اللي هي الكاردياك سايكل. تمام؟ بشوف الهارت ريت في 30 مربع كبير اللي هما 6 ثواني. يعني الـ RR في 30 مربع كبير وأضربهم في 10. يطلع لي الهارت ريت. حد عايز يقول حاجه في الكلام اللي انا بقوله؟ لا مش عدد الار، الار ار، الار ار دي كاردياك سايكل، انما دي ويف اكسايتيشن في حته في من الهارت، انما الار ار دي كلها سايكل. اديني زمبل يا معلم. نعم يا معلم؟ اديني زمبل، زمبل كده. عيان الاي اف مشاورة أو مندوب كبير. يعني مثلا عيان اللي جاي لك رابط اي اف في الاستقبال. تلاقي الايه الكومبلكسات كلها. هفترض ان ده مربع كبير. مربع لو متقسم مربعات صغيره ده مربع كبير. ماشي؟ طيب انا عايز احسب 30 مربع كبير عشان احسب 6 ثواني. بدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. تمام؟ فيهم كام ار ار؟ بدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام؟ ده في كام؟ في 15. افترض ان هم 30. يبقى كده الهارت ريت كام؟ الهارت ريت هيساوي الار ار اللي هم ال 14 في 10. تمام؟ اللي هم كام؟ 140. ده الهارت ريت. تمام؟ طيب انت ما جالك ستريب موصول فيه 30 مربع. لقيت فيه 15 بس دول. تضرب في 2. توصلهم 30. ماشي؟ بس. حد عايز يقول حاجة لحد دلوقتي؟ خلاص كده؟ حد يسأل سؤال؟ هنخش بقى على السكيم اللي احنا ايه هنمشي عليها أول ما نمسك قناة الإيه. طب لو ريجولار الهارت ريت يساوي ايه؟ هقول لك سؤال. طب هو لو الريجولار ينفع احسب على 15 مربع 30 مربع؟ لا 15 تضرب توصلهم 30 او 10 توصلهم 30 مربع. يعني اضرب في 3 تضرب في 3 وبعد كده في 10. طب ما هو هيشترك مثلا عدد الار ما انت ما قدامكش الستريب اللي معاك على حسب الاي سي جي اللي معاك. انت معاك ستريب ما كملش 30 مربع. كمل مثلا 15. لو كمل 30 خلاص هيحسب 30 واضرب في 30. الاي سي جي بيعملها مثلا في استقبال الدمرداش بيعملها بعد كل 5 مربعات على مسؤول. بعد كل 5 مربعات على مسؤول. فانا بنحسب 6 خمسات تمام ونضرب في 10. يا عم احسبها. وقت وقت بيكتب لك الكيو تي انترفل بيطلع غلط. وقت وقت بيطلع لك دايجنوزس. ما هو ورقة الاي بي جي لما بتمسكها بيقول لك تحت كده كلمة الدايجنوز مصري كده. طيب ايه السكيم اللي احنا هنشرحه؟ نمرة واحد الاي سي جي ده متوصل صح ولا لا؟ بنقول عليها الستاندرد بتاع الاي سي جي. طيب نمرة اثنين الرينج. نمرة ثلاثة الرينج.
خمسة الانتاج الويفز عندي اللي هي تي بي ار اس تي الانتيرفلز اللي هي بي ار والكيو تي والاس تي الريزم ثلاث حاجات الساينس النودل لحد من السامع ورا يعني المايك اللي هيصحي الناس بس انا صوتي اعلى من حاول ترجعه 25 لو لقيته اقل من 25 توصله 25 دي بتبقى مكتوبه تحت على الاي في الاي سي جي. طيب ايه تاني في الستاندرد اللي اعرف بيها الاي سي جي متوصل صح ولا لا؟ ابص على الاي في ار. الاي في ار كل الكومبلكسز نيجاتيف زي ما شفناها في الاكس اكسس دايجرام لما حطيناها على الهارت ان الويف اكزيتيشن ماشيه كده. فالبي ويف تبقى ايه الاي في ار اواي في من الويف اكسايتيشن في الاستيميليشن بتاع الاتريم والاستيميليشن بتاع البن. عشان كده في ويف نيجاتيف والكي ار اس نيجاتيف والتي دايما ماشيه مع الايه مع الكي ار اس. طيب لو لقيت البي الاي في ار كله بوزيتيف يبقى انا افكر في حاجتين يا مش متوصل صح يا ايه يا ديكستر كورنر. تمام
خلاص يبقى دي خانه الستاندرد. انا ببص على الحاجتين دول، ببص على ال 10 مللي هي بتقف اول الاي سي جي كده، تلاقي علامه معموله كده تبقى واخده مربعين كبار، تمام؟ ده الستاندرد بتاع الاي سي جي. نمره 1، نمره 2، 1 زائد 3 يساوي 2، نمره 4 الاي في ار. الاي في ار المفروض كله نيجاتيف، لو لقيت كله بوزيتيف يبقى انا عندي حاجتين، يا ديكستروكاريا مش بتوصل صح، يا الالكترودز مش محطوطه صح. طيب نمره 2 الهارت ريت، هارت ريت يا ريجولر يا ريجولر. بص احنا في الاستقبال بنحسب الهارت ريت او بنشوف الهارت ريت ريجولر ولا ريجولر ازاي، بجيب ورقه تمام. يعني مثلا ده الايه، ده الستريب اللي احنا عملناه للعيان، لقينا كده انا بجيب ورقه وبحطها على الستريب ده، باخد على اول ثلاث كومبلكسات تمام، وانقل الورقه دي على كل كومبلكس. والله لو طلعت العلامات نازله على كل كومبلكس يبقى ده ريجولر، لا لو في مسافات يبقى ده الريجولر. ليه بقى ده يفرق معايا في ايه؟ حساب الهارت ريت او اشوف الهارت ريت ريجولر ولا ريجولر في العيانين الرابيد اي اف، وافرق ما بين السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. تلاقي الاي سي جي تقريبا كله كده رابيد 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 رابيد، وده ما فيهوش بي ويف وده ما فيهوش بي ويف، عينك مش هتعرف طلقه السمول ريجولاريتي اللي في الاي سي جي. فالورقه الموضوع الورقه ده بي اف ونقول عليه سوبرا، او يبقى سوبرا ونقول عليه رابيد اي اف، لان المانجمنت مختلف خالص. انت بتطلع ريجولار ريجولار ولا نعم؟ كده بقى ساعد بقى للتاني تدفع كده. انت لما بتمسك اي اي سي جي في الاخر بيعمل لك ستريب تمام، هتجيب الستريب تحطه قدامك وتجيب حبه ورقه صغيره تمام، تحط على الايه، على مثلا على نص الستريب او ربع او حبه صغيره، تاخد ايه ثلاث كومبلكسات تعلم عليهم على الورقه دي. انت حط الورقه اهي طرفها وباين لك الكومبلكسات قصاد، تعلم علامه على الورقه قصاد كل كومبلكس وتنقل بالورقه دي على الكومبلكسات اللي وراها. لو لقيت العلامات وقعت على كل كومبلكس الكومبلكسات يبقى ده ريجيو، لو لقيتها ما وقعتش يبقى ده ريجيو، لان العيان الرابيد اي اف او السوبرا بيبقى الرابيد هارت ريت انت عينك مش عارف تفرق بين الريجيو والريجيو تمام، وده ليه مانجمنت وده ليه مانجمنت مختلف. طيب لو ريجولار هارت ريت يبقى هنقول الايه كام، تحسبوها ازاي؟ 300 ما بين الار ار، عدد مربعات كتير من الار ار، والريجولار لسه قليله من شويه تمام. طيب ندخل على الرسم، عدد المربع ال 300 على عدد المربعات الكبيره ما بين الايه ما بين الار ار اللي هي جوه الكاردياك سايت. الريزم ثلاث حاجات، الساينس النودل الاكتوبيك. الاكتوبيك حاجتين، حاجه من الاتريم حاجه من البنتريم. حد عايز يقول حاجه؟ احنا قلنا من شويه ازاي افرق بين الساينس والنودل في البي ويف في الايد 2 والاي في ار. البي ويف في الساينس، في الساينس ريزن تبقى بوزيتيف، والبي ويف في الاي في ار تبقى نيجاتيف. في النودل العكس، البي ويف في الايد 2 بتبقى نيجاتيف والاي في ار تبقى ايه، بتبقى بوزيتيف. خلاص طيب نخش على الاكتوبيك، الفنتريكل والاتريم. انا عندي في الاتريم 3 زائد 1، ثلاثة ابنورماليتي بناخدهم مع بعض عشان بنلخبط فيهم، اللي هو الاي اف والاتريال فلاتر والسوبرا فنتريكولار تاكيكارديا تمام، والبريماتيور اتريال كونتراكشن بنحطها لوحدها، بنعملها كومباريزن مع الفنتريكولار اكسترا سيستول او البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. وفي في الفنتريكل فنتريكولار تاكيكارديا وفي اف لفنتريكولار فايبريليشن. طيب تعالى ناخدها واحده واحده.
premature atrial contraction with premature ventricular contraction. بص يا عم، ليه المفروض الاس اي نوم؟ المفروض الاي في نوم لو في اكزلتيشن ماشيه كده، ده النورمال باس واي. بعد كده تمشي على الرايت الليفت بندل اسم اثنين، ليفت انتيرو ليفت بوستيرو، عشان كده يطلع لي النورمال كومبلكس ده تي ويف. كل كيو ار اس كومبلكس قبله بيك وبعده تي، كل كيو ار اس كومبلكس قبله بيك وبعده تي. حلو، عشان طالعه من نقطه واحده بتعمل استيميوليشن لون هارت، فالبي ويف دي زي البي ويف دي بالظبط، لانها طالعه من نفس الاس انود وبتعمل استيميوليشن لنفس الايه؟ لنفس الاتريا. والكيو ار اس كومبلكس دي زي الكيو ار اس كومبلكس دي بالظبط، لانها ماشيه في نفس الايه؟ في نفس الفنتر. تمام؟ طيب انا لو لقيت بي ويف زي بي ويف، بس لما اقارنها بالبي ويف اللي قبلها والبي ويف اللي بعدها اللي هي النورمال، الاقي شكلها مختلف، يبقى دي ابنورمال بي. ابنورمال بي يعني مش طالعه من الاس انود، طالع من اي حته غير الاس انود، بقول عليها اكتوبيك، اللي هي البريماتيور، اللي هي الايه؟ اكسترا سيستول. يعني يبقى شكلها ازاي في البريماتيور اتريال كونتراكشن؟ ده النورمال، نورمال بي، بعدها كي ار اس، بعدها تي، بعدين نورمال بي كي ار اس، بعدها تي. دي البي اللي جايه ابنورمال، بعدين كي ار اس، بعدين تي، بعدين البي التاني. طيب دي نورمال بي ودي نورمال بي، لا دي الابنورمال، دي اللي هي البريماتيور اتريال كونتراكشن. اعرفها ازاي؟ نمره واحد البي ويف جايه ايرلي، يعني اعرفها ايرلي ازاي؟ اشوف البي بي انترفال ما بين كل نورمال بيتس، هلاقيها مثلا فيكسد ثلاث مربعات مثلا، اجي اشوف ما بين البي النورمال والبي الابنورمال الاقيها سمول، المسافه قليله، الديوريشن قليل، او البي بي انترفال قليله. لما الاقي البي بي انترفال قليله معناها ان البي ويف اللي جايه جديده دي جايه ايرلي، ايرلي يعني اكتوبيك، يعني بريماتيور اتريال كونتراكشن. طيب اقارنها باللي قبلها واللي بعدها بالنسبه للامبليتيود والديوريشن، النورمال بي اعرف احسب لها امبليتيود واعرف احسب لها ديوريشن، لا دي هتلاقيها ابنورمال سمول بي ويف. تمام؟ يبقى نمره واحد في البريماتيور اتريال كونتراكشن انا عندي بي، في بي ويف بس ابنورمال. ابنورمال ازاي؟ نمره واحد جايه ايرلي، طب اعرفها ازاي؟ بالبي بي انترفال. طيب نمره اثنين ابنورمال شيب، ان انا لما اقارن الامبليتيود بتاعت الابنورمال بي اللي جايه دي مع الامبليتيود والديوريشن مع كل نورمال بي هي مختلف. طيب الكي ار اس كومبلكس، هي مثلا الاكتوبيك فوكس دي كانت هنا، عملت استيميوليشن للاتريم من هنا، انما دي الاس انود، دي الاس انود بتدي البي ويف دي اللي هي النورمال بي ويف، انما الاكتوبيك فوكس بتدي البي ويف. لما تقارن دي بدي، دي لا دي لها نفس الامبليتيود والديوريشن بتاع الايه؟ بتاع النورمال. طيب دي خلاص اديتني الايه؟ الاكزايتيشن، وعملت ستيميوليشن للرايت والليفت اتريم، وداخله على الايه؟ على الكومبلكس، على الفنتركل. هتستيميوليت الفنتركل خلال النورمال باس واي، خلال الايفي نود والبندل والرايت والليفت، عشان كده الكيو ار اس كومبلكس نورمال. نورمال كيو ار اس كومبلكس يعني الاتريال اكسترسيستول دي عباره عن اكتوبيك فوكس في اي حته في الاتريم بعيد عن الاس اي نود. الاس انود لما تدي ويف اكزايتيشن هتعمل ستيميوليشن للاتريم، يعني هتدي بي ويف ليها امبليتيود وليها ديوريشن. طيب الاكتوبيك فوكس اللي هي الحته في الاتريم بتطلع اي حاجه كده وخلاص في النص، نمره واحد بتيجي بدري. اعرفها ازاي؟ بشوف البي بي انترفال ما بين النورمال والنورمال والنورمال والابنورمال. نورمال والنورمال مثلا كانوا اربع خمس مربعات، لا هنا بتبقى ثلاث مربعات جايه ايرلي. نمره اثنين ابنورمال شيب. نمره ثلاثه طيب خلاص هي عملت اكزايتيشن وخلاص، الويف اكزايتيشن بعد ما تخلص الاتريم هتخش على الفنتركل، هتمشي في النورمال باس واي، مالهاش دعوه بالكي ار اس كومبلكس خالص، كي ار اس كومبلكس نورمال لما تقارنه باللي قبله وباللي بعده. تمام؟ نمره ثلاثه في حاجه اسمها كومبنساتوري بوز. ايه الكومبنساتوري بوز؟ دي الريفراكتوري بيريد اللي بيدخل فيها الهارت بعد الايه؟ بعد الاكسترا سيستول. تمام؟ دي البريماتيور اتريال كونتراكشن. ابنورمال بي، ابنورمال ازاي؟ ابنورمال شيب اللي هو الامبليتيود والديوريشن نمره واحد، نمره اثنين جايه ايرلي. طيب الكي ار اس كومبلكس نورمال، نمره ثلاثه كومبنساتوري. طيب لما اقارن ما بين ال، نعم يا اسطى، البي نورمال
ما احنا هندخل على الدي دلوقتي اقول لك النورمال قد ايه. طيب طب ندخل على الايه، على البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. طيب دي الاس اي نود، الاي في نود، دي البندل، دي الرايت، دي الليفت، الليفت بتقسم اثنين انتيريور بوستيريور. طيب الاس اي نود الويف اكسيتيشن ماشيه كده، يبقى هتعمل لي نورمال تي كيو ار اس تي تي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي كيو ار اس تي. ده النورمال كومبريس تمام. دي البي بي انترفال نورمال، وادي دي اس دي تي دي بي دي بي دي مثلا تلاقيها فيكس ثلاث مربعات ثلاث مربعات. كيو ار اس كومبلكس ده زي ده زي ده، لقيت واحد جاي في النص كده ابنورمال وبيظهر وايد شيب وملخبط الدنيا، ده الاكسترا سيستول الفنتريكولار اكسترا سيستول اللي هو البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. اكتوبيك فوكس في اي حته في الفنتريكل بتقول اي كلام تمام، فبترسم اي رسم. طب افرقها ازاي ما بين الاتريوم والاتريال اكسترا سيستول الفنتريكولار اكسترا سيستول؟ بالكيو ار اس كومبلكس. دي نورمال كيو ار اس كومبلكس، دي اب نورمال، دي في كومبنساتوري بوز، دي في كومبنساتوري بوز، دي ما فيش بي ويف، دي فيها اب نورمال بي ويف. خلاص يبقى ده الفرق بين البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن والبريماتيور اتريال ايه؟ اتريال كونتراكشن او الفنتريكولار اكسترا سيستول والاتريال اكسترا سيستول. طيب لو اتكررت واحد 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 بيقولوا عليها ايه؟ فنتريكولار بايجيمني تمام؟ ونفس الكلام في الاتريوم، لو مشيت واحد 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 في اتريال بايجيمني. لو واحد اثنين واحد واحد اثنين واحد يعني اثنين نورمال واحد اكسترا سيستول اثنين نورمال واحد سيستول بنقول عليها ايه؟ بايجيمني. ايه فيها كومبنساتوري بول. ايوه يعني في كمان ده بنفرق ما بينهم بس ما يعني هقولهم ما تركزيش فيها، ان الكومبنساتوري بول في الاتريال اكسترا سيستول تبقى ايه انكمبليت، وفي الفنتريكولار اكسترا سيستول بنقول عليها كومبليت كومبنساتوري بول. مش مهم مش مهم، المهم بس ان احنا نعرف دي شكلها كذا دي شكل. الاثنين فيهم كومبنساتوري بول. نخلص من الفنتريكولر اكتوبيك، في الفنتريكولر تاكيكارديا، في الفي ال. طيب الفنتريكولر تاكيكارديا دي سبوت دايجنوزس، تلاقي كل كومبلكسات وايد وابنورمال والهارت ريت رابيد تمام. طيب انا شفت المنظر ده فنتريكولر تاكيكارديا حلو، جالي العيان في الاستقبال ماشي على رجليه بس ايه دراوزي ومش عارف ايه، عملت اي سي جي لقيت الفنتريكولار تاكيكارديا، لقيت ضغطه ولقيت ضغطه كويس لو مش دراوزي ولا حاجه، يعني مفيش اي بريفرال افكشنال بريفرال برفيوجن، بدي العيان كوردارون او الاميدارون. لو لقيت العيان هيمودايناميكال يعني ستيبل بديه دي سي شوك، كله في الاستقبال بيريح دماغه بدي دي سي شوك تمام. انما لو انت عايز تمشي صح تدي اميدارون، او لو جالك سؤال في الامتحان بنتريكولار تاكيكارديا والعيان ضغطه كويس والبريفرال برفيوجن بتاعه كويس يبقى بتدي العيان ايه اميدارون. نعم لو جالك في الاستقبال تعمل كاروتة مساج بيشتغل على الفنتريكل بيشتغل على الاتريوم. طيب الفنتريكولار تاكيكارديا نوعين، المنظر اللي احنا شايفينه ده المونومورفيك كلهم زي بعض تمام. في حاجه اسمها بوليمورفيك او بنقول عليها اللي هي التورسات، بتبقى زي الكومبلكس كده بس بيجي عند بوينت كده ويصغر وبعدين يكبر تاني، بنسميها تويستنج بوينت. طيب المانجمنت بتاعه ايه؟ وفي الاخر كله الاثنين، اول ما تلاقي فنتريكولار تاكيكارديا كله بيريح دماغه عشان بقى قلقان بيعمل دي سي شوك،
بس العيان ده الموست كومن كوز بتاع العيانين الفنتريكولار تاكيكارديا البوليمورفيك او التورسادس الهايبوماجنيزيميا. عشان لو العيان قبل ما يجهزوا له الجهاز الدي سي علق له بسرعه ايه ماجنيزيوم. ده الانيشال تريتمنت العيانين البوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا. خلاص يبقى نعرفهم ازاي شو مهم المانجمنت، نعرفهم ازاي سبوت دايجنوز ان المونومورفيك كله زي بعضه ووايد بيزار وتاكيكارديك مفيش حاجه تاني ولا في تي ويف ولا في اي حاجه. نفس الكلام في البنتريكولار تاكيكارديا البوليمورفيك بس في ايه في كومبلكسات في النص كده صغيره بيسموها التويستنج. دكتور نعم انت بدك عمليه ضروري ايه انت بتضغط عمليه ضروري حضرتك ستيبل ايه كلمه ستيبل دي يعني ايه ستيبل؟ ضغطه كويس مش بيخش في فينتنج اتاك كتير تمام مفيش في ضغطه كويس وعنده جود بريفرنت برفيوم تمام وقتها تديها ميدارون. لو مفيش يبقى لو انت لو العيان جاي ضغطه واقع وعنده دراوزي او في سي ان اس مانفيستيشن يعني يبقى اعمل له دي سي شوك حتى لو ضغطه كويس. هو الهايبو مانفيستيشن يا دكتور سببها هي كفوز ولا كنتيجه لل لا كفوز للترصاص دي تعمل هي سبيسيفيك نوست كومن كوز للترصاص الهايبو مانفيستيشن. عشان كده اول ما العيان بيجي في الاستيراد تعلق له مانفيستيشن لحد ما يجهز دي سي شوك. احنا ممكن تو ريفرس كونديشن من غير دي سي شوك. الاميدارون كنت رديت دخل عندي والدي بالك وانا اخدت منه اشتري عليه خلاص اتسعى اعمل دي سي. وبعدين انت العيان الاميدارون هتعلقه وان هتمشي على مين بعد كده تمشي على انت عايز تاني. وبعدين ما عندكش دور في الاستيريد لو دخلت على جسمه ليش حتى لو كان مونومورفيك يعني جودي مونومورفيك مش فاهم يعني ايه هيضره. مش انا دلوقتي يعني مثلا كنت خايف ان هي بوليمورفيك فاديت المغنيسيوم. انت هي بوليمورفيك ماشي اديت مغنيسيوم ماشي هو طلع مونومورفيك لا مش هضره في حاجه بس مش ده التريتمنت. هو التريتمنت حاجه من الاثنين يعني ميدارون عشان تضرب الاكتوبيك فوكس يا دي سي شوك. قصدي ان هو مش هيضره مش عارف لا. طيب احنا كده خلصنا الايه البنتريك ده نخش على الايه الحاجات الثلاث حاجات اللي احنا بنخلط ما بينهم في بتكلم على الفنتريكولار ريت. ريجولار يعني الفنتريكولار ريت مش الاتريال بقى ريجولار والصبرا برضو ريجولار. هما طيب الاتريال فلاتر البي ويف والصبرا البي ويف. الاتريال فلاتر لو الهارت ريت اكتر من 110 ل 120 مش هتشوف السوتوس خالص تمام. ممكن ما تشوفش بي ويف. هو المفروض في حاجه اسمها سوتوس تمام بس احنا بالفعل في الاستقبال ما نشوفش بيها. والسوبرا الكومن بريزنتيشن بتاعنا مفيش بي ويف. السوبرا فنتريكولار كذا نوع اللي هي الاتريال اكستراسيستول والاي في نودال ري انتري والاي في ري انتري. مش مهم ان هو كله في الاخر بيجي لك رابيد هارت ريت تمام والكيو ار اس كومبلكس الديوريشن بتاع نورمال. ممكن تلاقي تي ممكن ما تلاقيش تي. افرق بينهم ازاي؟ افرق بينهم بالهارت ريت. دايما السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اكتر من 150. دايما الاتريال فلاتر اقل من 150. طيب لو لقيت مناظر زي البي ويف يعني مثلا الاي اف ممكن البيز لاين يبقى الريجولتور مش مظبوط
فانت ممكن تقول عليها بي او تقول عليها شو توف. امسك اي واحده فيهم وافترض ان هي بي، امسك دي وقارنها باللي قبلها في نفس الكومبلكس واللي بعدها، وبالكومبلكس اللي بعدها امسك اي واحده وقارنها بيها، لو طلعوا زي بعض يبقى مش اي اف. ليه بقى؟ لان الاي اف الباثولوجي بتاعه عباره عن ايباج وفورم شغال في الاتريا، كذا اكتوبك فوكس كل واحده تضرب وخلاص، تمام. انما الاتريال فلاتر لو انت شفت سوتوس او شفت بي ويف لايك يبقى علم على واحده، يعني انت مثلا شفت المنظر ده مثلا، علم على واحده وقارنها باللي قبلها، قارنها باللي بعدها، قارنها بنفس الكلام في الكومبلكس اللي بعدها، هتلاقيهم زي بعض. اشمعنى؟ لان الاتريال فلاتر الباثولوجي بتاعه كده، هي اكتوبك فوكس واحده في الاتريال لفت مره والثانيه وعدت ادتني ايه؟ سوتوس 2-1. لفت مره والثانيه وعدت بعد الثالثه يبقى 2-1-2-3 كومبلكس. هي توبك فوكس واحده، عشان كده بتدي نفس البي ويف لاين في كل الكومبلكس. طيب وانا في الاستقبال العيان جاي لي مثلا رابيد هارت ريت، هقعد ابص انا على دي واشوف دي؟ لا، فاحنا بنبص على الهارت ريت. لو الهارت ريت اقل من او يساوي 150 يبقى ده اتريال فلاتر، وانا ما عنديش بي ويف. انا ممكن يبقى ساينس امبليتيود وليها ديوريشن، لا دي ساينس تاكارديا. انما انت عندك بي ويف ما لهاش امبليتيود ولا ديوريشن، او انت مش شايف بي ويف وبصيت على الهارت ريت لقيته اقل من او يساوي 150 يبقى دي اتريال فلاتر، اكتر من 150 يبقى دي سوبرا فنتريكولار تاكارديا، وتعامل معاها اساسنا سوبرا فنتريكولار تاكارديا. مفيش بيوت الاي اف معروفه ان الريجولار ومفيش بيوت. سوبرا فنتريكولار تاكارديا مفيش بيوت، مفيش بي ويف، معظم الحاجات مفيهاش بي ويف، بس ممكن تلاقي بي ويف، بس هو الكومن او الكومن برزنتيشن او الحاجات اللي بنشوفها كلها مفيهاش بي ويف. هنعرفهم ازاي؟ بالهارت ريت، لو اقل من او يساوي 150 يبقى دي اتريال فلاتر، اكتر من 150 سوبرا فنتريكولار تاكارديا. اذا روح بص على سوبرا فنتريكولار تاكارديا هتلاقي فيها كذا عنوان، اتريال تاكيكارديا، ممكن في حاجه اسمها اتريال تاكيكارديا، الجنكشنال ريزم نفسه يعمل لك سوبرا فنتريكولار تاكارديا، على حسب كمان المكان بتاع الفوكس. النود ليها ثلاث اجزاء، الجزء اللي فوق والميدل واللو. لو الفوكس في الجزء اللي فوق هيديك بي ويف زي البي ويف، في النص مفيش بي ويف، تحت يديك بي ويف بس مقلوبه. فانت مش هيفرق معاك ده كله، يفرق معاك الايه؟ الهارت ريت كام؟ اكتر 150 ولا اقل 150؟ اكتر من 150 يبقى دي سوبرا فنتريكولار تاكارديا، اقل من 150 يبقى دي اتريال فلاتر، تمام. لو لقيته الريجولار وانت مش شايف فيها، اسف، لو لقيته ريجولار ومفيش بي ويف، انما لو لقيت الهارت ريت الريجولار ومفيش بي يبقى دي اف. ماشي؟ احنا كده خلصنا الايه؟ الاكتوبر. ممكن نعملهم بس على اكزام النهارده، والوقت بيعدي ومش هنلحق نقول فيهم تاني. عايز ايه؟ بسألك بس ممكن بعد ما اخلص انا عايز الريتم بتاعك بس سريع، فانا ملحقش ان ما هو سريع عشان اجيبك بعد كده تيجي تحضر معايا. بص احنا في صفحه على الفيس اسمها ديرن اي بي جي اند اي سي جي والدكتور محمد شادي، تمام. دي مش اي سي جي، انا بدانا بالاي سي جي واي بي جي بس، بس احنا بعد كده ايه بقت صفحه الميزو المعتمد عندنا، يعني بنشرح فيها تقريبا معظم الايه المواضيع الخاصه بحاجات بي ار واوت بيشنت بريسكريبشن وفي ام بيشنت مانجمنت، كمان السنه دي هنزودها، تمام. الاي سي جي بنشرحه في اربع مرات، اول مرتين شرح وبعدين مرتين بنحل فيهم مسائل، بناخد شهر في الاي سي جي وشهر في الاي بي جي وشهر في الشيست اكس راي وشهر في السي تي برين وشهر في الام ار اي برين وفي الاوسر، يعني كلهم بياخدوا ثلاث شهور على بعض، موضوعين في نفس اليوم. فانت يا برنس بعد ما تحضر، بعد ما تخلص ادخل على الصفحه، وهنبدا من اول ثلاثه ونظبط الدنيا. ده الدكتور محمد شادي. ايه انا خرجت بره النص؟ لا ما تقلقش. طيب برضه عشان احنا بنحاول نوفق كل وجهات النظر، يعني ان شاء الله هتبقى ورشه الاي بي جي هتبقى يوم السبت زي ما انتم طلبتوا من 2:30 ل4:30، تمام، في المعهد هناك. اتمنى طبعا يعني يكون موفق مع كل الناس، وبعتذر مره ثانيه برضه على الموقف اللي حصل ده. في حد عنده مشكله كده ولا؟ يوم السبت، يوم السبت من 2:30 ل4:30 في المعهد، تمام. في حد عنده اي مشكله؟ لا، بقيت الحاجات في معاده غير زنهيه، الرايت في معاده غير زنهيه بكره، افضل سواء معاده زنهيه حد واثنين،
اللوكيشنز اللوكيشنز كيس زي ما عادي بكره ولا قبل الصبح. هي المشكله لسه كانت عندنا في قاعه الاي جي في يوم السبت من 2:30 ل 4:30 تمام. طيب احنا قلنا كده الستاندرد والريت والريزم تخش على ال على ده النورمال بي ويف. طيب ايه الابنورماليتي اللي هي في البي ويف؟ البي ويف بنقسمها نصين، ده الليفت وده الرايت. افضل مكان ببص فيه على الابنورماليتي في البي ويف ليد 2 وفي 1. في 1 النورمال بي ويف تبقى باي فيزيك، جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف تمام. طيب هو الرايت اتريم اناتوميكالي انتيريور صح، هو الليفت اتريم اناتوميكالي بوستيريور، عشان كده ده الجزء الرايت اوف في الـ في البي ويف. اي مشاكل في الـ في الرايت اتريم تبان هنا، واي مشاكل في الليفت اتريم تبان هنا. طيب في واحد الجزء البوزيتيف، الجزء البوزيتيف البي ويف في واحد باي فيز، الجزء البوزيتيف ده بتاع الليفت اتريم ده بتاع الرايت عشان هو اللي انتي الرايت ايه، والجزء النيجاتيف ده بتاع الليفت اتريم. طيب ايه الابنورماليتي اللي ممكن تحصل في الرايت اتريم؟ الحاجه الكومن هي رايت اتريال دايلاتيشن. طيب ايه اللي بيحصل في البي ويف؟ بتبقى ايه تول بيك جت ازاي؟ ادي الويف اكزايتيشن ماشيه، والمفروض جت هنا عند مربعين ونص وخلصت كل المسلز الموجوده وهتلف تخش على الليفت فنتريكل، لا لسه في مسل كمان فتعديت معايا لفوق، وصلت هنا خلصت، وصلت هنا ممكن تاخد مربع مربعين زي ما ده تمام، جت هنا وخلصت هتنزل على الليفت، الليفت نورمال خلاص. عشان كده البي ويف في البي في الرايت اتريال دايليتيشن بنسميها تول بيك او البي بالمونيه تمام. المفروض بتيجي هنا وتخلص، لا هي لسه ما خلصناش كل المسلز اللي موجوده فتعلى معايا. طيب الليفت اتريم ده النورمال، ده الجزء بتاع الرايت، ده الجزء بتاع الليفت، الرايت نورمال خلاص. طيب جينا هنا عند الليفت وهننزل، لا جت تنزل لسه في مسلز كمان فسحبت معايا فزودت الديوريشن. ده اللي هي ايه في البي ميترال بيقولوا عليها نوتشد، مش مهم، المهم هو زاد الايه، زاد الديوريشن. طيب في في واحد في الرايت اتريال دايلاتيشن المفروض دي ما تزيدش على المربع لفوق تمام، ودي ما تزيدش على مربع او بالكثير مربعين من تحت تمام، او مربع في مربع ونص تمام. لو لقيت دي عدت مربع فوق يبقى انت عندك الرايت اتريم دايليتد، لو لقيت دي بقت اكتر من مربع ونص او مربعين لتحت يبقى ده الليفت اتريم دايليتد، يعني الاثنين بيبقوا ماشيين مع بعض خلاص. دي الابنورماليتي في الايه في البي ويف، غير الايه الحاجات بقى بتاعت الاريزميا اللي لو مش موجوده تبقى اف، لو موجوده وسوتوس تبقى اتريال فلاتر كده يعني. لو الاثنين تبقى باي اتريال ايه ده؟ الرايت جه هنا لا لسه ما خلصتش فكمل معاك، المفروض هنا ينزل يجيب الليفت لا كمل، يبقى هتبقى تول انكريز الامبليتيود وانكريز الديوريشن ده الباي اتريال. ماشي يا معلم. في
لا انا ما اعرفش التفسير اللي هو الفسيولوجي بتاعها ازاي، بس انا تخيلتها كده. طيب نخش على الكيو ار اس كومبلكس وركز يا معلم. انا بشوف يا دكتور الرايت ايدريان في الليل انت في ويف. لا التي ويف افضل مكان تبص على التي ويف من الاثنين. الليد 2 شوف فيها الابنورمال دي كلها. هي حضرتك قاسم 2 و هي الليد تبقى 2 الليد 2 وفي 1 في 1 مش ليد 1 في 1 عشان تبقى فيه باي فيزيك في جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. الجزء البوزيتيف ده بتاع الرايت اتريال، الجزء النيجاتيف ده بتاع الليفت اتريال. فلو في رايت اتريال دايلاتيشن او هايبرتروفي تلاقي الجزء البوزيتيف مور بروميننت، وجزء لو في ليفت تلاقي الجزء النيجاتيف مور دي. ماشي دي ما تزيدش عن مربع، دي ما تزيدش عن مربع ونص او مربعين. اخرنا 6:30 صح؟ طيب الكيو ار اس كومبلكس، الكيو ار اس كومبلكس بعلق على الاثنين الكبار اللي هو الامبليتيود والديوريشن. بعد كده بخش على الباثولوجيكال كيو، وبخش على الار ويف بروجريشن والكيو ار اس اكسس او الكاردياك اكسس. طيب هو النورمال امبليتيود للكيو ار اس كومبلكس ما زيد من 3 ل 5 مربعات كبار، بس انا في الاي سي جي لما اجي ابص على الاي سي جي ما بدورش على كده. لما باجي اعلق على الامبليتيود في الاي سي جي لازم اعمل اكسكلوجن لللو فولتج والهاي فولتج عشان اقول ده نورمال امبليتيود او نورمال فولتج. فانا في خانه الامبليتيود ما ببص هو اللي مكتوب يعني 3 ل 5 مربعات كبيره لو الجزء البوزيتيف والنيجاتيف، يعني الكيو ار اس كومبلكس كده كله على بعضه ما يزيدش مثلا على 5 مربعات كبيره. لا احنا ما بنبصش في الاي سي جي في واحنا بنحل مسائل او بنبص في الاي سي جي في الاستقبال، ما بنبصش على كده. انا في الامبليتيود لازم نمره 1 اعمل اكسكلوجن لللو فولتج، نمره 2 اعمل اكسكلوجن للهاي فولتج. هاي فولتج ازاي اعمل لهم اكسكلوجن؟ اللو فولتج ببص على الشيست ليدز وببص على الليمب ليدز. امتى اقول الاي سي جي ده لو فولتج؟ لو كل الكيو ار اس كومبلكس في الشيست ليدز اقل من مربعين كبار البوزيتيف والنيجاتيف، تمام؟ وكل الكيو ار اس كومبلكس في الليمب ليدز اقل من مربع كبير، وقتها اقول الاي سي جي ده لو فولتج. يعني لو فولتج؟ لو فولتج العينين يعني في مسافه ما بين الالكترود والهارت، ميه هواء او سكين، سكين في الاوبيز، ميه في البريكاردال فيوجن، هواء في النيموثور. ماشي؟ في الشيست اقل من مربعين كبار، وفي الليمب اقل من مربع كبير. لو دي الكرايتيريا بتاعت اللو فولتج في الاي سي جي، في العيانين البريكاردال فيوجن عشان الهارت غرقان في ميه، تمام؟ فممكن مع ضربه يجي لقدام زي البندول، مع ضربه يجي لقدام وضربه يرجع لورا. عشان كده بنسمي الاي سي جي تلاقي واحده لو فولتج واحده نورمال. واحده لو فولتج واحده نورمال. الضربه اللي يقرب فيها لقدام تديك النورمال، الضربه اللي يرجع فيها ورا تزيد المسافه يديك الايه اللو فولتج. ده بنسميه ايه ده؟ الكتريكال الترنانس. واحده نورمال واحده لو، واحده نورمال واحده لو، دي كاركترستيك مع البريكاردال فيوجن. ماشي. طيب ده الامبليتيود اللو فولتج. طب الهاي فولتج؟ الهاي فولتج عندي حاجتين، يا ليفت يا رايت، يا ليفت اسف يا ليفت فنتركل يا رايت فنتركل. خلاص كده يبقى انا عندي في الكيو ار اس كومبلكس خمس عناوين، او خمس عناوين امبليتيود والديوريشن والباثولوجيكال كيو والار ويف والكيو ار اس كومبلكس، تمام؟ الامبليتيود انا في خانه الامبليتيود لازم اعمل اكسكلوجن لللو فولتج والهاي فولتج. اللو فولتج التشيست ليدز، الكيو ار اس كومبلكس في التشيست ليدز اقل من مربعين كبار، في الليمب ليدز اقل من مربع كبير عشان اقول لو فولتج. طيب الهاي فولتج انا عندي الفنتركل او الكيو ار اس كومبلكس يعني فنتركل، فانا عندي اتنين فنتريكل يا رايت يا ليفت. رايت فنتريكولر هاي فولتج يعني هايبرتروفي، او ليفت فنتريكولر هايبرتروفي. يبقى انا لما اجي اعلق على امبليتيود نمره 1 اعمل اكسكلوجن للو فولتج، نمره 2 اعمل اكسكلوجن للهاي فولتج. هاي فولتج يعني فنتريكولر هايبرتروفي يا رايت يا ليفت فنتريكل.
الليفت فنتركل ده اكزاجيريشن للنورمال. يعني ايه اكزاجيريشن للنورمال؟ يعني عندي في واحد عندي سمول سيبتال ار وديب اس، الاس تبقى مور ديب، وفي في 5 وفي 6 السمول كيو والار ويف تول تبقى الار ويف مور تول. طيب عبر عنها بمربعات ازاي؟ ان لو لقيت اي ار او اي اس في التشيست ليدز اكتر من 5 مربعات كبيره يبقى انا عندي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. تمام؟ لو ما كملوش 5 مربعات يبقى اجمع في 5 الار ويف في في 5 او في 6 مع الاس في في 1 تعدي 7 مربعات كبيره، ده الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. يبقى انا عندي الامبليتيود حاجه من اثنين، يا لو فولتج هاي فولتج، الهاي فولتج ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او رايت فنتريكولار هايبرتروفي. الليفت فنتريكولار هايبرتروفي ده حاجه من الحاجه من اثنين، يا اي كومبلكس الاس الديب اس او طول ار اكتر من 5 مربعات كبيره. تمام، لو ما جمعوش 5 مربعات يبقى اجمع الار في الار في في 5 او في 6 مع الاس في 1 يبقى اكتر من 7 مربعات كبيره، يبقى ده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب الرايت فنتريكولار هايبرتروفي في عنوان كبير اسمه طول ار ويف في في 1، طول ار ويف في في 1، ده ديفرنشال دايجنوز مهم. احنا عايزين نوصل المغرب بس. هو احنا قلتوا مش هنشوف رسم معايا مسائل بس مش هنلحق وقت. ما احنا قلتوا الكلام ماشي على سهل على السبوره، ما نبص في الاي سي دي بتبقى الدنيا كلها داخله في بعضها وماشي في البيت. هنشوف مسائل، ما انا قصدي نخلص كله ونشوف بعد ما نخلص نشوف الليفت فنتريكل من الرايت فنتريكل هايبرتروفي. امتى اسسبكت رايت فنتريكل هايبرتروفي؟ طول ار ويف في واحد، المفروض في واحد اسمه سيبت الار. اول ما الاقي طول ار ويف يعني معديه مربع كبير يبقى انا عندي ديفرنشال دايجنوز ثلاث حاجات. رايت فنتريكل هايبرتروفي ورايت باندل برانش بلوك. ستير وول ام واي. طيب الثلاثه فيهم طول ار ويف في واحد، افرق ما بين الرايت فنتركل والرايت باندل برانش بلوك بالديوريشن بتاع كومبلكس. لو طول ار ويف في واحد ومعايا وايد كومبلكس، الكومبلكس النورمال ديوريشن بيبقى اقل من نص مربع كبير، اقل من مربعين ونص صغيرين. لو لقيت الديوريشن اكتر من مربعين ونص ومعايا طول ار ويف انا معايا رايت باندل برانش بلوك. لو معايا طول ار ويف في واحد من غير وايد كومبلكس او بنورمال ديوريشن يبقى رايت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب البوستيرو وول ام اي عندي طول ار ويف في واحد وديب اس في واحد وفي اثنين. اشمعنى يعني ديب اس؟ لان الفي واحد بيبص من قدام على البوستيرو وول. طب لو عايز اشوف ام اي يعني اس تي سيجمنت اليفيشن. طب لو عايز اشوف اس تي سيجمنت اليفيشن يبقى انا عملت 5 و6 ممكن ازود 7 و8 كمان. وقتها في 7 و8 هلاقي الايه الاس تي سيجمنت اليفيشن اللي هي بتبص على البوستير وول على طول. تمام، يبقى انا طول ار ويف في واحد عندي 3 ديفرنشال دايجنوز مهمين. الرايت فنتريكولار هايبرتروفي افرقها ازاي من الرايت باندل برانش بلوك؟ افرقها ازاي من البوستير وول ام اي؟ الرايت فنتريكولار هايبرتروفي معاها نورمال كار اس كومبلكس ديوريشن، رايت باندل برانش بلوك معاها وايد كومبلكس، البوستيرو وول ام اي معاها اس دي سيجمنت ديبريشن. تمام، ده الايه ده الامبليتيود. نعم دي واحد واثنين. كار اس كومبلكس الامبليتيود الديوريشن. تمام، الامبليتيود اللو فولتج او الهاي فولتج. طيب الديوريشن نورمال ديوريشن اقل من ايه؟ من نص مربع كبير، يعني مربعين ونص صغيرين. وايد كومبلكس او زياده في الديوريشن معناها باندل برانش بلوك.
طيب ده الهار. ده الاي في ده الاس ان نود وده الاي في نود وده البندل ده الرايت وده الليفت. الليفت اتقسم اثنين ليفت انتيرير ليفت بوستيرير تمام. ده النورمال في واحد اسمه سبتال دي بس دي 5 ودي 6 كيو طول ار. الويف انفيتيشن ماشيه كده تمام. طب لو دي اتقفلت الرايت بندل برانش بلوك الرايت فينتريكل هيحصل له ستيميوليشن ازاي؟ حاجه اسمها سيل تو سيل كوندكشن. نفس الكلام لو المين بندل دي اتقفلت الليفت فينتريكل هيحصل له ستيميوليشن ازاي؟ سيل تو سيل كوندكشن. وعشان السيل تو سيل كوندكشن بيبقى بطيء فبيبقى الار ويف تبقى وايد وبيبقى بتبقى سليرد. السليرنج بتاع الار ويف ده بنسميها الار اس ار داش. فلو في بندل برانش بلوك الرايت بندل برانش بلوك السليرنج بيبقى في الار بتاع في واحد يعمل لي طول ار او الايه الار اس ار داش في واحد تمام. طيب لو الليفت بندل برانش بلوك هي اللي اتقفلت السليرنج بيبقى في الايه في الاسندنج كومبلكس الكيو ار اس في 5 وفي 6 بيعمل لي كده السليرنج كده. ممكن يبقى وايد كومبلكس بس او يبقى ار اس ار داش وايد كومبلكس او زياده في الديوريشن. نورمال ديوريشن اقل من مربعين ونص صغيرين اقل من نص مربع كبير اللي هي بندل برانش بلوك في الهايبر كريمي ممكن تعمل وايد كومبلكس. هنشوف الايفكت بتاع الهايبر كريمي قدام. طيب بس الاساس افكر في بندل برانش بلوك. بندل برانش بلوك عندي حاجتين يا رايت يا ليفت. طيب الرايت بتعمل ايه لما الرايت تتضرب؟ الليفت فينتركل الرايت فينتركل بيبقى ستيميليتد باي سيل تو سيل كوندكشن. وسيل تو سيل كوندكشن ده ويفي من سيل تو سيل فبيعمل لي سليرنج ابستروك فبتبقى الار طول وفيها اي اس ار اس ار داش في في واحد. طب في دي 5 وفي 6 نفس نفس الكلام تبقى الار اللي هي الطول دي بدل ما تطلع لا تطلع وتنزل للار اس ار داش تمام. ده الايه ده ده الديوريشن. بعدين انت عايز تشوف مسائل ليه؟ نعم عايز ايه؟ عايز تشوف مسائل ليه؟ انا المسائل بتبقى البي عندي زي الار يا دكتور مايا هو في 150 مسألة صراحة من أروع ما يكون مغطي كل حاجة وشارح الديزيز والتريتمنت تمام. طبعا انت تعالى على الصفحة بس هتلاقي الكتب بالهبل ما تقلقش. جروب جروب اه جروب. طيب احنا الكيو ار اس كومبلكس يبقى عندي الامبليتيود والديوريشن باثولوجيكال كيو قلناها من شوية. باثولوجيكال كيو اللي هي أكتر من 25% من الار اللي بعدها دي معناها اولد ام اي او اولد سكيم. طيب الار ويف بروجريشن قلناها من شويه. الار ويف بروجريشن انها بتبدا سمول سيبتر في في 1 تبدا تعلى من في 1 ل في 5 و 6 تعلى الار وتصغر الاس دي معناها نورمال. ار ويف بروجريشن معناها كويس ان ما فيش اي سكيميا في 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 الفنتر. انما لو في لوس اوف ار ويف يعني مثلا عندي في 1 في 2 في 3 في 4 المفروض سمول سيبتر اهو بعد كده تبدا الار تعلى والاس تصغر تبدا باي فيزك في في 3 الار قد الاس تمام. ده النورمال. لقيت بقى في 3 مفيش ار خالص يبقى انا عندي لوس اوف ار ويف في في 3 او في في 3 تمام. يبقى انا عندي الحته دي فيها سكيمي تمام. في 3 وفي 4 بنسميهم السبتال الستريكت انتيرير في الايه في التشست ليز. في 1 وفي 2 بنسميهم سبتال دي بتبص ستريكت انتيرير على انتيرير على طول. دي 5 وفي 6 اللاتر. فانت المفروض تبدا سمول سبتال بعد كده تعلى بعد كده تعلى. لا لقيتها جت في في 3 مثلا او في 4 ولقيتها وقعت خالص يبقى انا عندي لوس اوف ار ويف بروجريشن في في 4 لو بيفيس الانتير وول يبقى انا سسبكت سكيميا في الايه في الانتير وول. ماشي ده الار ويف بروجريشن. تعالى نخش على الكاردياك اكسس ازاي نحدد الايه الليفت اكسس ديفيشن من الرايت اكسس ديفيشن. ممكن احدد من هنا دكتور الاوكلوجن بتاع ال ايه ممكن احدد من اس جي الاوكلوجن بتاع انهي اكتر مكان الانفكشن مكان الانفكشن ومكان السكيميا
من ال من ال اي جي هتطير. ما احنا لما نيجي هنرد دلوقتي ما انا عايز اصلي انا كمان. طيب 10 دقايق وهنروح نصلي بقى. يبقى انا عندي الامبليتيود الديوريشن خطوط الكيور ار ويف بروجريشن الكيور اس اكسس او الكارديك اكسس. احنا من شويه قلنا الاكس اكسيال دايجرام صح؟ ده واحد ده اي بي ال وده اثنين ثلاثه اي بي ال واي بي ال. بص احنا كنا زمان احنا طلبه ما عارفين نحسب الكومبلكس ازاي او الاكس ازاي بواحد واي بي ال. ايد الشمال على واحد وايد اليمين على اي بي اف. لو الاثنين بوزيتيف يبقى ده نورمال كارديك اكس تمام. طيب لو واحد نيجاتيف واي بي اف بوزيتيف واحد نيجاتيف انا ما رفعتش ايد الشمال رفعت ايد اليمين يبقى ده انا رفعت انهي ايد؟ يبقى ده رايت اكس ديفيشن تمام. طيب لو واحد هي اللي بوزيتيف رفعت الشمال واي بي اف نيجاتيف يبقى ليفت اكس ديفيشن. طب لو الاثنين نيجاتيف دي حاجه اسمها اود اكسس او انديترمينت اكسس. طيب تعالى نحطها هنا على الرسمه دي. واحد بوزيتيف الاثنين نيجاتيف يبقى لو الاثنين نيجاتيف حاجه اسمها ان نون اكسس او انديترمينت اكسس او اود اكسس. ان نون يعني اكسس مش معروف. هو انا بروح اليمين يا شمال يا في حته مش معروفه بكره. تعالى نبص بص معايا هنا بس تمام. لو واحد بوزيتيف و اي في اف بوزيتيف يعني الكارديك اكسس ما بين 0 و 90 ده النورمال كارديك اكسس تمام. طيب لو واحد بوزيتيف و اي في اف نيجاتيف يعني الاكسس ما بين 0 و ماينس 90 دي ليفت اكسس ديفيشن تمام. لو واحد لو اي في اف بوزيتيف واحد نيجاتيف يعني الاكسس ما بين 90 لماينس 180 دي رايت اكسس ديفيشن. لو واحد لو واحد نيجاتيف واي بي اف نيجاتيف الحته دي اسمها اود اكسس او انون اكسس او انديترمينت اكسس. ماشي ده رفلي كده. انما انت لو مثلا حبيت تعمل خطوه المفروض في الكارديك اكسس بنحدد الزاويه بتاعه الايه هو نورمال كارديك اكسس عند زاويه مثلا 60 او نورمال كارديك اكسس عند زاويه مثلا 10 او 20. طيب انا هقول الكلمتين دول ونساهم. بحدد الكارديك اكسس الزاويه ازاي؟ بشوف نمره واحد ببص على الايه البايفيزيك كومبلكس. انا عندي ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثه ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثه والاي في ال والاي في ار والاي في اف. انا حدد الكارديك اكسس من الليمب ليدز تمام. ببص في الاي سي جي بشوف الليد اللي هو فيه البايفيزيك كومبلكس يعني الار قد الاس او الكيو قد الار تمام. وبعمل عليه perpendicular line في الاي سي جي. يعني انا هفترض ان ليد 2 ده هو البايفيزيك تمام وارسم عليه خط عمودي فالكارديك اكسس بيبقى يا في الناحيه دي يا في الناحيه دي. طيب اعرف افرق ازاي كارديك اكسس ماينس عند ماينس 30 مثلا او عند بوزيتيف 150 ان انا اشوف انهي في الاي سي جي في الليم بليدز اشوف التولر ار ويف. لو لقيت التولر ار ويف ليد واحد او اي في ان يبقى الاكسس عند الناحيه دي. لو لقيت التولر ار ويف اي في اف او ليد 3 يبقى الاكسس الناحيه دي. مش مهم. اهم حاجه بس الكارديك اكسس واحد واي في اف رايت وليفت ودي مكتوبه يعني مش تحديث تمام. احنا كده خلصنا الكيو ار اس كومبلكس. الكيو ار اس كومبلكس خمس عناوين امبليتيود والديوريشن والباثولوجيكال كيو والار ويف بروجريشن والاي والكارد والكيو ار اس اكسس. هنخش على التي ويف مش عارف بقى نعمل تي ويف. احنا في الويفز الامبليتيود والاي والديوريشن. التي ويف المفروض هي ماشيه في اتجاه الكيو ار اس كومبلكس. لو الكيو ار اس كومبلكس بوزيتيف المفروض تي ويف ترسم بوزيتيف. لو الكيو ار اس كومبلكس نيجاتيف التي ويف ترسم نيجاتيف. طيب في التشيست ليدز
اهم مكان ببص فيها على التي ويف ان هو ايه بيفسر لي الاسكيميا والسكندري تشينجز. طيب التي ويف النورمال ديستريبيوشن في التي ويف بقى شكلها ازاي في في 1 وفي 2 مقبول تبقى نيجاتيف، من في 3 لحد في 5 وفي 6 لازم تبقى بوزيتيف، ده النورمال. تمام. طيب بس في حاجه اسمها وانس بوزيتيف اولويز بوزيتيف. لو لقيت في 1 لو لقيت التي ويف بدا في 1 بوزيتيف لازم في 2 تكمل بوزيتيف وفي 3 تكمل بوزيتيف. طيب انا لقيت في 1 تي ويف نيجاتيف في 2 نيجاتيف في 3 التي ويف نيجاتيف يبقى في اسكيميا في الحته بتاعه في 3 لان المفروض التي ويف في في 3 تبقى بوزيتيف. طيب لقيتها نيجاتيف في في 1 نيجاتيف في 2 بوزيتيف في 3 نيجاتيف في في 4 مثلا يبقى الحته بتاعه في 4 دي فيها اسكيميا. طيب لقيتها بدأ في 1 بوزيتيف ولقيتها قلبت نيجاتيف في في 2 يبقى الحته بتاعه في 2 دي فيها مشاكل. Once positive, always positive. ومن أول في 3 لحد في 5 وفي 6 positive. يعني طيب إيه المشاكل بتاعت التيوية؟ التيوية دوتو بتمثل مش البندريكولا ريكتيشن؟ أوه هو ريكتيشن من الأكشن يعني يبان الاسكيميا في الـ إيه تبان طبعا تمار؟ نعم؟ الاسكيميا في الأكشن عايز بوصل ليه إنما الريكولايزيشن عملية بس لا هي الموضوع مش موضوع بلاد سبلاي وقطع فخلاص هي مش هترسم حاجة. طب ما ممكن كنا نشيلها خالص الاسكيميا ممكن لو انت هتقول كده مفيش بلاد سبلاي لا هو الموضوع احنا ما نتكلمش عن ميكانيكال فانكشن نتكلم عن الكتريكال فانكشن ان البوزيتيف بقى نيجاتيف والنيجاتيف بقى بوزيتيف عشان كده الاي سي جي ما ينفعش تمسك ورقه الاي سي جي وتقول هارت فيلير انت ممكن تقول حاجه توصل لهارت فيلير فاهمني ما نتكلمش عن ميكانيكا نتكلم عن الكتريكال. طيب التي ويف ايه المشاكل بتاعت التي ويف يا كبرت قوي عدت مربع كبير نسميها هايبر اكيوت طبعا دي بتحصل في الايه في الام اي نص كومن كود الام اي والهايبر كاريميا. طيب الهايبر كاريميا بتعمل ايه في الاي سي جي دي البي كي ار اس التي ويف البوتاسيوم لما بيعلى بيشد التي ويف لفوق يعمل لي هايبر اكيوت تي ويشد الكي ار اس كومبلكس على الناحيه دي فبيعمل لي وايد كومبلكس ويشد التي ويف لتحت فبيعمل لي لو فولتج بي ده الإفكت بتاع البوتاسيوم على الاي سي جي ويشد التي ويف لفوق يعمل لي هايبر كاليميا ويعمل وايت كومبلكس ويعمل لو فولتج لو فولتج بي تمام. طيب الهايبر اكيوت تي اللي بتحصل في الايه في الاكيوت ام اي وفي الايه في الهايبر كاليميا ممكن مع البريكاردايتس ممكن ما تحصلش. طيب اللو فولتج لو فولتج تي نعم ما تعديش مربع كبير تمام وما تقلش عن نص مربع كبير لو لقيتها اقل من نص مربع كبير بقى انت تفكر في لو فولتج الكوز بتاع الهايبوكاليميا ماشي مع الهايبوكاليميا ممكن تبقى في حاجه اسمها يو ويف بعدها زي التي ويف بس اصغر تمام يبقى لو زادت عن مربع كبير دي الهايبركاليميا لو قلت عن الهايبر اكيوت تي هايبركاليميا وام ار لو قلت عن نص مربع كبير بقى دي لو فولتج تي اللي هي بتحصل مع الهايبوكاليميا. طيب لو اتقلبت بقى الانفيرتد تي او تي ويف انفيرجن زيها زي الاس تي سيجمنت بالظبط. طيب تي ويف انفيرجن يعني اسكيميا تي ويف لو اتقلبت يعني اسكيميا اسكيميا دي يا برايمري يا سكندري سكندري بنقول عليها ريليتيف او ستريم باتر برايمري اسكيميا اللي هي الكورونري هارت ديزيز ماشي دي ممكن تبقى بس الحاجة الوحيدة في الاي سي جي او الاونلي اي سي جي تشينج في اللي هي النون اس تي سيجمنت ديفيشن ام ار تي او انفيرجن معايا جاي سيمبتوماتيك تشيست بين تسحب الانزيم تلاقي الانزيم زعلان تمام دي البرايمري اسكيميا. طب السكندري سكندري بتحصل مع اي مشكله في الكومبلكس في نفس الليد اللي هي فيه يعني العيان عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او رايت فنتريكولار هايبرتروفي ليفت باندل برانش بلوك او رايت باندل برانش بلوك تلاقي التي ويف انفيرتد والاس تي سيجمنت ليها مايلد ديبريشن دي بنسميها سكندري تشينجز او الاستريم باتن يعني في واحد في الرايت باندل برانش بلوك هتلاقي ار اس ار داش تي ويف هتلاقيها انفيرتد دي استريم باتن. طيب في في 5 وفي 6 الليفت باندل برانش بلوك اهو تلاقي تي ويف انفيرتد
للسكندري تشينجز او ستريم باترن. تمام؟ ومع الليفت والايه والرايت فنتريكولار هايبرتروفي يبقى تي ويف، يعني عندي مربع كبير بنقول عليها هايبر اكيوت، دي مع الهايبر كاليميا والام واي، اقل من نص مربع كبير دي الهايبر كاليميا اللي هو بط شديد، او انفرتد، انفرتد سكيميا، سكيميا برايمري يا سكندري، برايمري اللي هي كورونري هارت ديزيز، او السكندري اللي هي الستريم باترن مع الايه مع المشاكل اللي في الايه في نفس الليد اللي هي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او رايت فنتريكولار هايبرتروفي، ليفت بندل برانش او رايت بندل برانش. التيوب بتبقى بوست في دي سنيك. نعم دي سنيك لو بوست في دي سنيك ولا دي سنيك ستريم باترن. اه نيجاتيف. اي ستريم باترن مع التيوب ده نيجاتيف، ومعها مايل الستريم باترن حاجتين، مايل ستيسنج ديبريشن وتي ويف انفيرجن، مايل ستيسنج ديبريشن تي ويف انفيرجن اللي معناها ستريم باترن او اللي سكندري تشينجز او السكندري ستريم. لسه فاضل لنا الانترفل ساعتين صار المرض دلوقتي.